تداعت عشائر حاشد من مختلف أنحاء اليمن إلى منطقة خمر في مواكب لتنصيب صادق الأحمر كزعيم لها خلفا لأبيه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني السابق بعد أن وافته المنية نهاية العام الماضي، وعشائر حاشد هي الأكثر نفوذا باليمن. في تقليد كرسه العرف القبلي قديما وغاب خلال العقود القليلة الماضية، احتشدت قبائل حاشد اليمنية بتنوع تمثيلها من مشائخ وأفراد في منطقة خمر بمحافظة عمران لإعلان الاتفاق على تنصيب الشيخ صادق الأحمر النجل الأكبر للشيخ الفقيد عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني السابق كزعيم لتجمع قبائل حاشد الأقوى والأكثر نفوذا في اليمن. وتأتي هذه خطوة كضرورة في العرف القبلي للحفاظ على مبدأ البيعة في المشيخة وتكريس وحدة هذا الكيان الاجتماعي. لا يسعني في الختام إلا أن أقول للشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاجد بالاسم حاجد كافة، إنا أتيناك بقلوب صادقة ومخلصة ونفوس صافية ونقية وبقناعة راسخة رسوخ الجبال، معقلين ومشيخين لك علينا جميعا كبيرنا والصغير. الشيخ صادق إن شاء الله نتمنى له النجاح والتوفيق والمهام، وسوف نكون بجانبه للسراء والضراء. المميز في هذا التجمع القبلي الحاشد إلى جانب التنصيب لرأس الزعامة القبلية وإعلان شيخ قبائل حاشد الجديد لهدنة سارية المفعول لمدة عام تستفيد منها كل أفخاذ وقبائل حاشد التي بينها نزاعات مسلحة وثارات، وهو الأمر المحمود الذي سيترك فرصة سانحة للجان حل المشاكل القبلية لإيجاد حلول وتسويات تضمن وحدة التكوين القبلي لقبائل حاشد. نؤكد على دعوتنا السابقة لإعلان صلح شامل كافة أبناء حاشد مدة عام على الأقل، حتى يتمكن العقال والمشايخ من حل المشاكل القائمة وإنهاء الحدادات وإصلاح الشأن، فهل أنتم موافقون؟ محاولة التفاف قبائل حاشد لتقوية نفوذ وتواجد زعامتها يبدو أنه فرضته متغيرات الواقع السياسي، خاصة بعد موجة التجاذبات التي شهدتها الساحة القبلية على خلفية إعلان التكتلات القبلية مجلس التضامن لقبائل حاشد والمجلس القبلي لقبائل بكيل بزعامة الشيخ الشائف. بهذا العرف الجامع غير المسبوق يبدو أن تجمع قبائل حاشد بكل مكوناته الاجتماعية عازم على فرض معالم جديدة لواقع التواجد القبلي بما لا يجافي إيقاع العصر. أوسان القعطبي العالم من مدينة خمر عمران شمال صنعاء. أكدت الشرطة الكينية مقتل 26 شخصا جراء أعمال العنف في قرية ناكورو بمقاطعة الوادي المتصدع غرب كينيا، ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 50 قتيلا خلال 24 ساعة. وسقط القتلى برصاص الشرطة وخلال مواجهات بين القبائل المتناحرة، كما نزح نحو 10,000 شخص نتيجة أعمال العنف غربي البلاد. ويرتفع عدد القتلى في كل كينيا خلال شهر إلى أكثر من 800 شخص و260 ألف مشرد. هذا ولم تفلح الوساطات الدولية حتى الآن في حل الأزمة بين المعارضة والسلطة على خلفية نتيجة الانتخابات الرئاسية. انتقد زعيم الحزب الشيوعي الروسي جينداي زيوغانوف تلاعب الكرملين بالتغطية الإعلامية للانتخابات لصالح مرشح الحزب الحاكم ديمتري ميديفيديف، وقال زيوغانوف إنه سيواصل المعركة الانتخابية وسيعمل على مواجهة ما وصفها بالقيود الإعلامية. كما دعا الزعيم الشيوعي الكرملين إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة، مشددا في هذه الأثناء عزمه لتنظيم مظاهرات حاشدة للمطالبة بذلك. وتشهد روسيا أوائل مارس آذار المقبل انتخابات رئاسية حاسمة لاختيار خليفة للرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
دعا الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز حلفائه من دول أمريكا اللاتينية إلى الإسراع في سحب أموالهم من البنوك الأمريكية، محذرا مما أسماه بوادر أزمة في الاقتصاد الأمريكي. اقتراح الرئيس الفنزويلي جاء خلال اجتماع قمة مع رؤساء بوليفيا ونيكاراغوا ونائب الرئيس الكوبي ضمن مجموعة البديل البوليفاري للأمريكيتين لإطلاق بنك تنمية جديد. تشافيز قال إن دول أمريكا اللاتينية سوف تنقذ نفسها وحدها، وانضم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا إلى تشافيز في انتقاده الرأسمالية الأمريكية. أعلن وزراء العدل الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يخشى من تجدد التوتر مع العالم الإسلامي إذا نفذ النائب الهولندي اليميني المتطرف جيرت فايلدرس مشروعه القاضي ببث فيلم مناهض للإسلام. وأكد وزير العدل في لوكسمبورغ لوك فرايدن أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مطلقة، مشيرا إلى واجب حماية الأشخاص الذين قد يصدمون من تلك الأعمال المفتقرة للمسؤولية. مسؤول أوروبي آخر قال إنه يجب تفادي تكرار أزمة الرسوم المسيئة، وكان فايلدرز قد أعلن أنه سيثبت في فيلمه أن القرآن الكريم كتاب رهيب على حد تعبيره، مبديا عزمه على حرقه. شارك عشرات رجال الأعمال السوريين والإيرانيين في ملتقى اقتصادي بالعاصمة السورية دمشق. الملتقى يهدف إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، كما أقيم معرض للصناعة والتجارة الإيرانية على هامش الملتقى. التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران عنوان عريض طرحه رجال أعمال من البلدين في ملتقى كبير استضافته دمشق. المشاركون أكدوا عدم رضاهم على مستوى التبادل التجاري في ظل الإمكانات المتوفرة والدعم الكبير الذي تقدمه قيادتا البلدين. مستوى علاقاتنا السياسية ممتاز جدا، ويحاول قادة البلدين تطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية، لكن للأسف هناك أعمال كثيرة يجب القيام بها من قبل القطاع الخاص، ونأمل أن يرتفع مستوى التبادل التجاري إلى نحو مليار دولار سنويا. رجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص أبدوا ارتياحهم لتنظيم الملتقى، والساعات التي أمضاها هؤلاء شكلت فرصة للبحث في مشاريع وعقود عمل جديدة. نحن الآن في معرفة ناقصة بيننا، وأنا أظن أن كل ما تمكننا أن نتشارك في هذه المعرفة ونوطدها ونقويها وننميها معا، فيكون فيها فائدة للطرفين ونستفيد منها نحن الاثنين. رافق الملتقى المعرض الأول للصناعة والتجارة الإيرانية في سوريا، عشرات الشركات عرضت منتجاتها وسط إعجاب وإقبال الزوار. نحن تفاجأنا طبعا بهذا، ولم نكن نتوقع هذا القدر من الجودة، تضاهي الجودة الأوروبية، وحتى الشركات الإيرانية الآن تصنع وتصدر منتجاتها إلى أوروبا في الوقت الحالي. شهد التعاون الاقتصادي نموا واضحا خلال العام الماضي عبر افتتاح مصنعين مشتركين لصناعة السيارات وآخر للإسمنت في سوريا، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإيرانية في سوريا نحو مليار دولار. يحتاج التعاون الاقتصادي الإيراني السوري إلى مزيد من الجهود من أجل رفع مستواه، وإذا كانت مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري أفضل حاليا من السنوات السابقة، إلا أنها تبقى أدنى من طموحات المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الصديقين. محمد الخضر، العالم، من مدينة المعارض، دمشق. ومع هذا التقرير نصل مشاهدينا لختام نشرتنا المفصلة. هذا تذكير بأبرز الأنباء. عباس يقترح تسلم معابر القطاع ويجدد شروطه للحوار مع حماس، والحركة ترحب بالحوار وترفض الشروط. مصر تعلن بقاء الحدود مفتوحة مع القطاع لأربعة أيام، والأونروا تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. وطهران ترفض تطبيع علاقاتها مع واشنطن وتطلب إنهاء تدخل مجلس الأمن في ملفها النووي. المزيد من أخبار العالم تجدونها في موقعنا على الإنترنت العالم.ir. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.